افتكر زي النهاردة تقريبا من 19 سنة ان النادي الاهلي احتفل باحتفالية عالمية. صحيح. فعلا بمعنى عالمية الكلمة. بمعنى الكلمة. النادي الاهلي نادي القرن الافريقي، ولان النادي الاهلي كبير، وان النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي، فلازم كانت الاحتفالية على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى كان النادي الاهلي القرن الاوروبي مع ريال مدريد القرن الاوروبي. فطبعا زي النهاردة كان المباراة في مباراة ودية، ان النادي الاهلي كمان ابهر العالم كله وفاز على ريال مدريد بهدف نظيف، رغم ان ريال مدريد كان كل النجوم موجودة. نجوم بقى يعني نتكلم على زين الدين زيدان، روبرتو كارلوس، فيجو، ماكاليلي، راؤول، كلهم اساطير في كرة القدم الاسبانية بصفة كبيرة. وكمان اللي سجل الهدف النيجيري صندي. صندي مختفي بقاله كتير جدا جدا عن الاعلام، يعني كل الجماهير الاهلاويه وهو نفسه يعني كان فخور ان هو يشارك في المباراه ديت. فالنهارده وانت لعبت قدامه يمكن صح؟ لا يعني انا كنت محترف ساعتها. لكن صندي النهارده بيقول وبيظهر لاول مره على اي شاشه على التلفزيون المصري عندنا في بيته في قناه النادي الاهلي. تعالوا مع بعض نشوف صندي قال ايه ونرجع مع حضراتكم. مهاجم النادي الاهلي، يا سلام، ادي خالد بيكو جاب والبنط حلو والفريد راح حط وراح صريصه حلوه ورجع بقى لاجي خد هوبا جول جول صنداي يعطي الاذن للقدم اليسرى لضربه جزاء 12 شقلبه في الاول شقلب شقلب يا عم ويكافئ مانويل جوزيه في اول لقطه ولا ثاني لقطه صنداي يتالق بس اتلعبت له حلوه 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 مفيش انانية وجول جميل 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 يحمل توقيع الوافد الجديد صندي. Hi, it's me, Sandy Biji, ex-El Ali player, live from Nigeria. I just want to shout out to all El Ali fans in Egypt and all around the world, including the management of El Ali and also my ex-teammates. As we approach the second decade from the historical match between El Ahly of Egypt, club of the century, against Real Madrid of Spain, obviously the club, the best club in the world. Being the only goal scorer of the match, it has left a lasting memory, a memory that I will never forget, scoring the most prestigious goal of my career. Even as El Ahly prepared for the glorious return, for a friendly match in Santiago Bernabeu, it will be a great honor to be in the pitch in support of El Ahly. I just want to use this medium to send my greetings to everyone that have played a part to the success of this wonderful club. May you keep the flag flying. Thank you.